العالمين، احنا بين العالمين، دولة تبقى دولة. هات يقع يا زعكو يا مرة، مع بالراحة يا اخ، مع بالراحة اخوانا، لحد ما يخش بكشكش بعمل اي حاجة، انت خش زي الضب. هات الجوغر، يغرق ان شاء الله بين غريك المكان ديت. يا مرة بخلي عندك منافذ، اقول لك كلام انت جاهز الكلام بنتي احسن ما ينفع معك. ما وي ما تجيبي ياكو يا ذيوبك. الله يبارك فوق الرهن، عصير حلو غلا. فضيلة ليش نو؟ ليش نو؟ ترى بتلبني في شلاتيتك ماشية وين؟ وفي شنو زات والحاصل شنو؟ اسمحي ناضل، انا تاني ما عندي معك قاعدة في البيت ده. ما قاعدين نتفاهم ونتحاور. ما عندي معك أي مفاهمة، عندي الرجال اللي بيتفاهموا معك. أنا أقول لك مع الآخرة يا فضيلة، أكان لحقتي مركتي من هنا باب الشارع ده تاني أبد عتبيه. وحذرك من تجيبي لي اخوانك التيوم ديل ترسلوا لي يتفاهموا معي. اول شيء ما عندهم افق للحوار وما بيفهموني انا ذاتي بقول في شنو. من ايوه مكيالك شنو؟ قوم شيل عصاك، اروح على زول عشان نوري مخابه. نسمع كلام الزول في الاول البلول اخوي، احتمال اختك غلطانه في حقه. لا لا، الغلط هو راكبه من ساسه ليه راسه. ما تتحامق سا يا اخوي. والله يا ام ليه ما تقوم العكاز ده، والله يا باك قمت ارى عليه. قم قم يا عمت عقيب عبدال فيش رأنا شارين عكاكسكم كده. ايه قلت لكم كلب والله هنا الموت جاكا ترك الصلاة. اولاد النهير افا اولاد النهير، ده انت عيق ودعمك ولا الله هنا البلولة احزون. انت مسمينك على زول ارباب وزول راس قبيلة وزول حلال المشبوك. هذول مليون انت، هذول ما فيكم واحد عاقل بحد الثاني. اناس اناس نزلوا عكاكسكم ده، خشوا على البيت لايوه. نزلوا عكاكسكم ده، تنزل فيكم السنة تكملكم كميلة. اقول ايوه نتفاهم بالراحة. تعال تفضلوا. شوف ابو النزل، انت طبعا الرجال مكملين ادب، وكان عليك كرم وجود والوقف مع الناس وقت الحرب تتلقوا، دي وارثينها من جدودكم ما في كلام. وزي ما قال الشاعر، لا تنصر الدرري على الخنازير وعلي الطلاق، انتم ياكون الخنازير والحلاليف زي ما قال الشاعر فيكون انتم ذاتكم. والله والله صدق الشاعر وصدقت افضل. الله يبارك فيه. الله يبارك فيه. طبعا يا اخواننا، من خلال تمحور الحوار الأفقي الممتد عبر التكتيك الأبجدي، فاهمين انتو؟ والله يا خريبكم يا خريبكم، ما فاهمين الحبة قاعدين كذبة لا زيارة سبيل. لا هو فضيل، أنا فاهمك، إلا مليوة أخوي ده فهمه شوية كده بسيط. كلامه ده ما واضح البلول أخوي، إلا بدور له فهامة كمان. ثانيا، تمحور الأفق في الحوارات الأنثروبولوجية بتنبثق من خلال، انتوا فاهمين انا بقول في شنو؟ فاهمين؟ ثالثا وده اللي همه، فضيلة دي هاب التعمي، وكان ما شايل البيت ده اشيله فوق راسي ده من فوق. اسمع فضيل، مش فضيلة اختي دي؟ بيعوا كالي ده بجيبه. لا لا، ما في داعي لعصاتك يا زول، اصلا ما في داعي لعصاتك، انا جاهز لاي طلبات. داري لينا كوباية شاي بس. هلاف خلف ست البيت تجيب ليكم. فضيل 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 فضيلة، مرحبا والله مرحبا، نورت دارك والله نورت. يا شوف يا فضيلة، انا اقول لك كلام ليك ولي زمانك، وانا كلمتك 100 مرة قلت لك كان عندك كلام قوليه، ما تبوزي وتمديني طرومتك، انا طرومتي طول منك. اسمحي لي افضل، انا قصرت معك فوق شنو عشان تقول ماشي تعرض فوقي؟ انا هاي اوعك تنكر كمان لما تكون دار تعرس تعرس لك بيت من اخر دليده من اخر بطونك. ما فيش يتم بالدس افضل، ازدهار حاجة صافي. ازدهار هاي صح، انا تقدمت لك. سكتي سكتي على الولد اللي فوق الناس يقول عندهم زول معك.
أخلينا تيو كلامي؟ أي نعم أنا تقدمت للراكين مالي لزول عزيز علي والله. بعدين أنا مشيت لأهلا وقالوا عنده منشورة قلنا نخلي الموضوع طي الكتمان. لقيت أخوانك اللي ما بتتبلى في خشم الفولة ديل وكلموك ديل. قلت لنا أخوانا الموضوع ما يهجه جهجهت لنا الموضوع عديتهم مقر بالأحبال عشان ما نبقى في قلنا. وقالوا قال منو والزول منو هو مالو ما يجي بالدغري الدساسة والكتمان في شنو؟ يا زولة الناس ديل ما بيناتهم سابق معرفة شافه عجبته كلمني شجعته ووكلني ووصلته عشان كده يا زولة وبارك الله في من جمع رأسين في الحلال. الله أفضل أحفلي. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.